السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج، وكنا عرضنا برضو بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا برضو عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير جدا التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وبرضو كنا قدمنا خدمة جديدة وهي المساعدة في التقديم لك لأي منحة وفرصة أنت عايزها. طبعا تقدر تقدم للمنح والفرص اللي احنا بنعرضها بنفسك، ولو احتجت مساعدتنا في التقديم فطبعا احنا جاهزين لتقديم المساعدة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. واحب انوه كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا بقى يعني نتكلم عن الفرصة كده، ندي نبذة سريعة عنها. الفرصة دي من ضمن مميزاتها انها متاحة لكل المراحل سواء بكالوريوس ماجستير دكتوراه وفي دولة من الدول الأوروبية. خلينا بقى نتعرف على كل التفاصيل. هي تدريب مدفوع الأجر في فرنسا مقدم من مؤسسة أو منظمة اسمها OECD، تمام؟ ده اختصار المؤسسة. طيب الدولة فرنسا باريس. الدولة اللي هيكون فيها التدريب هي فرنسا، المدينة اللي هيكون فيها التدريب هي مدينة باريس. الدول المتاح ليها التقديم، جميع الدول المتاح ليها التقديم، أي دولة، دولة أوروبية، دولة أفريقية، آسيوية، دولة من الدول العربية، كل الدول المتاح ليها التقديم بلا استثناء. المرحلة الدراسية المنحة دي متاحة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني لو أنت حاليا في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه تقدر تقدم للفرصة عادي، فهي فرصة ممتازة جدا. ولكن طلبة الثانوية العامة اللي لسه مخلصين ثانوية عامة ومدرسوش مرحلة بكالوريوس ما يقدروش يقدموا الفرصة دي، لازم في مرحلة البكالوريوس تكون درست ترم دراسي واحد على الأقل، تمام؟ مدة التدريب بقى في البرنامج ده تاخد قد إيه تدريب؟ يقول لك المدة هتتراوح ما بين شهر وستة أشهر. يعني إيه؟ أنت ليك حرية الاختيار ما بين إنك تقضي أقل فترة هي الشهر، وإنك تقعد بأقصى فترة 6 شهور، أو كمان ممكن تجدد الـ6 شهور دي وتبقى 6 شهور إضافية، يعني بمعدل 12 شهر أو سنة كاملة. يعني ليك حرية الاختيار تختار شهر واحد 6 أشهر أو تعمل تمديد لـ6 شهور كمان يبقى المعدل سنة كاملة. وهيتم العمل أو التدريب بمعدل 40 ساعة لكل أسبوع، حاجة بسيطة جدا. وبيقول لك يعني المنظمة بتشجع الناس المتقدمين لهذه الفرصة إن هم يقعدوا يعني 6 شهور عشان ياخدوا فرصة تدريب أفضل يعني، بس أنت ليك حرية الاختيار ما بين شهر أو 6 شهور. طيب موعد التدريب من ضمن بقى المميزات الجميلة جدا في الفرصة دي، وهي ان موعد التدريب فيها اللي انت بتقدر تختاره على حسب رغبتك. يعني ايه؟ يعني هم مش مقيدين بموعد معين، لا انت بتقدر تختار في الابليكيشن اللي احنا هنشوفه بعد شوية، تقدر تختار التاريخ اللي انت عايز تروح تعمل التدريب فيه، وتختار المدة اللي انت عايز تعمل فيها التدريب ما بين شهر لستة اشهر او 12 شهر. يعني حاجة ممتازة جدا، يعني الناس اللي هيكون عندها امتحانات تقدر تختار بعد الامتحانات، الناس اللي هتكون فاضية مثلا في وقت معين تقدر تختاره، فرصة ممتازة جدا. تعال بقى نتكلم عن التمويل. بيقول لك التمويل فيها هيتم اعطائك 700 يورو شهريا عشان تغطي لك تكاليف المعيشة. طبعا الفرصة دي ما فيهاش تذاكر طيران، ما فيهاش سكن مجانا، ما فيهاش وجبات مجانا، هيتم اعطائك فقط 700 يورو. طبعا ال 700 يورو مبلغ كويس، ولكن بيختلف من شخص لشخص عشان نكون واضحين. في شخص ممكن ال 700 يورو يكفوا معاه للشهر كامل، في شخص ممكن ال 700 يورو ما يكفوش معاه، على حسب طبعا استهلاك الشخص واحتياجاته، فده بيرجع ليك على حسب تنظيمك انت، ولكن ال 700 يورو الى حد ما مبلغ مش وحش. طيب ايه هي لغة التدريب اللي انت تتدرب بيها؟ اللغة ايه؟ يقول لك التدريب ممكن يكون باللغة الانجليزية او الفرنسية، ولا يشترط وجود شهادة لغة. يعني الناس اللي من الجزائر، المغرب، تونس، دول المغرب العربي تقدر تتدرب عادي باللغة الفرنسية، ما فيش اي مشكلة. والناس اللي معهاش لغة الفرنسية وعايزة تتدرب باللغة الانجليزية تقدر برضو تتدرب عادي من دول الوطن العربي زي مصر، دول تانية كتيرة جدا تقدر برضو تختار اللغة الانجليزية، ومش مطلوب منك شهادة لغة، تمام؟ الاوراق المطلوبه، تعال بقى الاوراق المطلوبه، حاجه ممتازه جدا. بيقول لك مفيش اي اوراق مطلوبه منك،
فقط اللي مطلوب منك انك تملى البيانات بتاعتك في الابليكيشن وتكتب مقال خطاب الدافع. في حاجه اسمها مقال خطاب الدافع كنا شرحناه قبل كده، وهيظهر لكم فوق على الشاشه رابط الفيديو اللي تم شرح فيه خطاب الدافع وخطاب النيه. وخطاب الدافع ده بيسالك بس فيه يعني ليه عايز تدرس في البرنامج ده، ليه اخترت المجال ده في التدريب، وهكذا، حاجه بسيطه جدا. طيب شروط التقديم للبرنامج ده، ركز معايا في الشرط ده كويس جدا، ان يكون المتقدمين مسجلين حاليا في برنامج لدرجه البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه. يعني ايه؟ يعني حضرتك حاليا لازم تكون بتدرس درجه البكالوريوس او الليسانس او المرحله الجامعيه، او بتدرس الماجستير او بتدرس الدكتوراه. طب الناس اللي اتخرجت وما بتدرسش حاليا ما تقدرش تقدم. يعني لو حد اتخرج من البكالوريوس او اتخرج من الماجستير او اتخرج من الدكتوراه وعايز يقدم ما يقدرش، لازم تكون بتدرس حاليا ومتسجل في جامعه او مقيد في جامعه انك حاليا بتدرس اي درجه من الدرجات دي. كيفيه التقديم، بيقول لك عشان تقدم يتم ملء ابلكيشن التقديم اونلاين، في ابلكيشن كده اونلاين بسيط جدا هيتم ملئه. كيف تكون عمليه الاختيار، اختيار الـ يعني المقبولين هيكون ازاي؟ اول حاجه هيتم مراجعه جميع المتقدمين من قبل المنحه، ولو تم اختيارك في المرحله الاولى هيأهلك اختيارك في المرحله الاولى ان انت تعمل انترفيو مع مسؤولين المنحه بالهاتف، هيتم الاتصال عليك بالهاتف، او يتم عمل انترفيو بطريقه تانية وهو امتحان ليك، يعني هيعملوا امتحان ليك اونلاين، او يا اما هيكلموك في التليفون ويسالوك شويه اسئله كده، يعني حاجه بسيطه جدا. ده بالنسبه للمرحله الثانيه. ولو اجتزت المرحله الاولى والمرحله الثانيه هيتم اعلانك كشخص من المقبولين رسميا. تمام، اخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي هو 2 مارس 2020. وطبعا في 3 أو 4 مواعيد لانتهاء التقديم في الفرصه دي، ولكن الموعد اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي هو 2 مارس 2020. طيب انا هنا حاطط لكم اللينكات، لينك التقديم الخاص بالفرصه الابلكيشن بتاعها، وهنا الموقع الرسمي. تعالى كده نبص على الموقع الرسمي ونعرف برضو التفاصيل بتاعته، ونعرف ايه التخصصات اللي انت ممكن تنضم ليها في البرنامج ده. ده هنا الموقع الرسمي بالنسبه للفرصه، تلاقوا كل التفاصيل موجوده هنا. بيقول لك اخر ميعاد للتقديم بالنسبه للفرصه الحاليه هو 2 مارس 2020. بيقول لك لو انت تم رفضك في مرحله 2 مارس 2020 واترفضت في الابلكيشن المفتوح دلوقتي، تقدر ترجع تقدم تاني لحد يعني لحد الابلكيشن اللي يفتح، او نهايه التقديم اللي هتكون فيه في 1 سبتمبر 2020 او في 1 مارس 2021 او في 1 سبتمبر 2021. يعني انت متاح ليك انك تقدم مرتين، تمام، تقدم كذا مره، يعني بعد لما لو في المره الاولى اترفضت متاح ليك تقدم في البرنامج مره ثانيه، مش هيتم استبعادك. يعني دي كل تفاصيل البرنامج. تعال بقى هنا بالنسبه للتخصصات اللي موجوده في التدريب. طبعا تقدر تختار التخصص اللي يناسبك، سواء انت ما كنتش درسته في مرحله البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بتاعتك تقدر برضو تختاره، ولكن على الاقل لازم يكون ليك خبره سابقه او بسيطه في مجال من المجالات دي. هتلاقي عندك مجالات ادبيه، ايكونومي، امبلويمنت، كومبيتيشن، كلايمنت، فينانس، هتلاقي عندك تخصصات برضو علميه، انرجي، يعني حاجات ترانسبورت، حاجات كتيره جدا تقدر انك تختار منها. دي كل التخصصات، وده جزء تاني منها، تقدر تختار الحاجات اللي تناسبك وتشوف التخصص المناسب ليك وتختاره من هنا. تمام، طيب دلوقتي تعرفنا على البرنامج وبعض التفاصيل كده عنه، خلينا بقى دلوقتي نروح لابلكيشن التقديم. عشان تقدم الفرصه دي هتيجي تضغط على الابلكيشن ده اللي هو ابلي ناو او قدم الان زي ما انا حاطته لك هنا. هيفتح معاك بشكل بسيط جدا. اول حاجه في الجزء ده مطلوب منك انك تكتب الايميل والباسورد بتاعك. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل وباسورد على الموقع بتاع المنحه، تعمل ايه؟ تروح هنا لكرييت اكونت او نيو يوزر وتضغط عليها عشان تعمل اكونت جديد. تمام، هيفتح معاك بالشكل ده، بيقول لك اكتب اي يوزر نيم من عندك، اكتب يعني يوزر نيم وتحفظه كويس عشان تستخدمه بعد كده في التسجيل، تعمل باسورد وتاكد تاني باسورد، تحط الايميل بتاعك وتاكد الايميل بتاعك، وبعد كده تضغط على كلمه ريجستر. تمام، يبقى الموضوع بسيط جدا. طيب انا دلوقتي عملت اليوزر نيم وعملت الباسورد، اعمل ايه؟ ترجع تاني للجزء ده وتكتب اللي هو في جزء اللوجن هنا، المفروض يظهر هنا، عفوا نقفل الصفحه دي ونفتحها تاني. هنا هيظهر معاك بالشكل ده، يوزر نيم والباسورد، بعد لما انت تعمل ريجستر تكتبهم هنا، وبعدين تضغط على كلمه لوجن. تمام، اول ما تضغط على كلمه لوجن هيفتح معاك ابلكيشن التقديم بكل سهوله خالص. ده الابلكيشن اللي هيفتح معاك. طبعا انا عشان اوريدي سجلت قبل كده عشان اشرح لكم المنحه دي، فانا هرجع تاني من هنا. في كذا سيكشن، كل سيكشنز دي لازم تملاها بكل التفاصيل بتاعتها،
واول صفحه هتظهر لك هو تحميل السي في بتاعك او كتابه السي في بتاعك. ركز معايا في النقطه اللي انا هتكلم عليها هنا عشان ممكن تسهل الموضوع عليك او يعني تصعبه عليك، يعني على حسب اختيارك. بيقول لك هنا انت ممكن تعمل حاجه مفيده لو انت عندك بيانات على موقع لينكد ان تمام او اندد تمام، تقدر انك تستخدم البيانات دي وتحطها هنا. يعني في مواقع اللي هي بتاعت الوظائف اللي هي زي لينكد ان او اندد بيبقى في اشخاص مسجلين عليها بالبيانات بتاعتهم، السي في بتاعهم والبيانات بتاعتهم. فبيقول لك لو انت اخترت ان عايز تسجل بيه اندد، فهيتم تحويل على طول، بيقول لك هيتم تحويل البيانات بتاعتك من موقع اندد للموقع ده، ومعظم السكشنز اللي هنا دي هتتملا اوتوماتيكيا وانت مش هتملاها يدويا تمام. يبقى دي الفكره هنا. وهنا بيقول لك ممكن تحمل السي في بتاعك، ولو حملت السي في بتاعك، السي في بتاعك ممكن ناخد منه البيانات ونملأ لك الخانات دي اوتوماتيكيا من غير ما انت تخش على كل خانه وتملاها. ولكن طبعا عشان اكون واضح معاكم، مش اي سي في هنا يتحط، يعني السي في اللي يتحط يكون طبعا سي في على الطريقه الاوروبيه عشان ياخد البيانات مظبوط. طيب حضرتك لو ما اخترتش دي او ما اخترتش دي تعمل ايه؟ تقول له انا خلاص عايز اسجل البيانات يدويا ومش هقدر ان انا احط السي في بتاعي، ولا هقدر ان انا استخدم عن طريق موقع اندد. يبقى تقول له نو ثانكس، وتضغط على الجزء ده اللي انت عايز تدخل بياناتك يدوي. طيب انا لما اخترت الجزء ده اعمل ايه؟ اضغط على كلمه سيف وكونتينيو عشان يدخلني على المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها بسيطه، بيسالك سؤالين هنا. بيقول لك في السؤالين دول انت موافق انك تقضي الحد الادنى للاقامه في البرنامج التدريبي ده هو شهر واحد، يعني ما ينفعش تقعد اقل من كده اسبوعين او ثلاثه، هو شهر بالظبط، تقول له يس تمام. بيقول لك هل انت طالب دلوقتي في مرحله البكالوريوس او الماستر او الدكتوراه، لازم تكون طالب حاليا، فتقول له مثلا يس ينطبق عليها الشروط. بعد كده تضغط على كلمه سيف وكونتينيو عشان يدخلك للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها بسيطه برضو، بيطلب منك بقى هنا بياناتك الاساسيه، اسمك، الميدن نيم، لاست نيم، بيطلب منك الاقامه، البلد اللي انت مقيم فيها حاليا، مثلا انا قاعد في مصر، مثلا قاعد في مدينه اسوان مثلا، فبتختار الاقامه الحاليه بتاعتك وليس الجنسيه. يعني لو انت مواليد دوله تانية وقاعد في دوله اخرى، مواليد مثلا مصر وقاعد في تركيا، يبقى لازم تكتب دوله تركيا هنا، الاقامه الحاليه بتاعتك. هنا بتحط العنوان اللي انت فيه حاليا تمام، اسم الشارع والمدينه بالظبط والبوستال كود تمام، رقم التليفون بتاعك بتحطه، الايميل بتاعك اوريدي احنا سجلناه، تكتب تاريخ ميلادك، الحاله الاجتماعيه بتاعتك بتحطها هنا الحاله الاجتماعيه، تكتب الدوله اللي انت اتولدت فيها، بس اتولدت في مصر بتكتب مصر، الجندر بتاعك. هنا بقى ركز معايا في الجزء ده، بيقول لك الناشوناليتي ديتيلز، بيقول لك في كده حاجه اسمها الناشوناليتيز بتاعت الاو اي سي دي. يعني ايه الكلام ده؟ في كده زي مجموعه دول مشتركه في حاجه واحده اسمها الاو اي سي دي. وبيقول لك لو انت عندك جنسيه من الدول اللي موجوده هنا دي، اللي هي بلجيكا ولا الصين ولا الدنمارك ولا اسبانيا، تقدر تختارها تمام. طب لو ما عندكش جنسيه من الجنسيات دي، هتيجي عند كلمه حاجه اسمها نوت ابليكيبل وتضغط عليها تمام. طيب ولو انا اخترت نوت ابليكيبل، يبقى اختار بقى من هنا جنسيتي، هتلاقي كل الجنسيات موجوده هنا، الجنسيات الباقيه موجوده هنا زي مصر، المغرب، الجزائر، كله الجنسيات موجوده هنا، تقدر تختار الجنسيه المناسبه ليك. بيقول لك اختار اللغه اللي انت نيتف فيها، العربي، مستواك في اللغه الانجليزيه، تختار مستواك في اللغه الفرنسيه، مستواك ايه، لو عندك لغات تانية بتعرفها تكتبها هنا. هنا بيقول لك يعني هل ليك حد مثلا شغال في منظمه او اي سي دي، فبتقول له نو مثلا. هنا بيقول لك التاريخ بتاع اللي انت عايز تبدا فيه البرنامج، يعني انت عايز تبدا البرنامج ده امتى، زي ما كنا وضحنا تاريخ بدايه البرنامج انت بتختاره على حسب رغبتك. فمثلا تقول له انا عايز ابدا في 29/10/2020 مثلا، على حسب اختيارك انت. بيقول لك هنا سمعت على البرنامج ازاي، فتختار سمعت عنه منين. بعد كده تضغط على كلمه سيف وكونتينيو وتخش على المرحله اللي بعدها. والمرحله اللي بعدها بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه برده. دي بقى عن الاديوكيشن بتاعتك، بتكتب انت بدات دراسه امتى، في يعني انت لو بتدرس حاليا بكالوريوس، يبقى تبدا باللي انت حاليا موجود فيه، تكتب انت بدات من السنه كذا، متوقع تتخرج امتى تمام. ولو بتدرس ماستر نفس النظام، تكتب الدرجه اللي انت بتدرسها حاليا، تكتب التخصص بتاعك، اسم الكليه او الجامعه اللي انت بتدرس فيها، تكتب المدينه اللي فيها الكليه، تكتب عنوانها بالتفصيل، ولو عندك اي حاجات اضافيه ثانيه، يعني مثلا لو انت حطيت هنا معلومات الماستر يبقى لازم تعمل اد اديوكيشن وتضيف معلومات البكالوريوس، لو انت حطيت هنا معلومات الدكتوراه يبقى لازم تعمل اد اديوكيشن مرتين وتحط معلومات البكالوريوس والماجستير وهكذا.
طيب خلصنا الجزء ده، نضغط على كلمة save and continue ونخش على الجزء اللي بعده بتاع ال work experience اللي هي خبرتك العملية. يقول لك لو انت اشتغلت في حاجة قبل كده قول لنا بدأت الشغل ده من امتى لامتى وانتهيت منه امتى، ولو لسه حاليا بتشتغل فيه بتضغط على كلمة current job. بيقول لك الفانكشن بتاعته يعني الوظيفة معينة انت بتسمي الشغل ده ايه. بيقول لك البوزيشن بتاعك والامبلاير بتاعك، انت كنت موظف، المسمى الوظيفي بتاعك ايه، اللوكيشن بتاع المؤسسة اللي انت كنت شغال فيها. بيقول لك كنت شغال، نوع الشغل، هل كنت شغال في شركة ولا تبع وظيفة حكومية ولا شغل خاص بيك، وتكتب هنا كل التفاصيل عن الشغل ده، وتعمل بقى لو انت عندك كذا عمل يعني اشتغلت فيه تعمل اد ورك اكسبيرينس كذا مرة يعني. بيقول لك لو عندك شهادات، اي شهادات انت خدتها، اي منشورات، اي يعني تجارب تطوعية او حاجات تقدر تضيفها في الجزء ده. يعني لو ما عندكش خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. طيب انا خلصت الجزء ده بعمل ايه؟ تضغط على كلمة save and continue، وبعد كده تخش على الجزء اللي بعده. والجزء اللي بعده بقى هو شوية في ناس بتتعقد منه، وهو الريفرنس ليتر، تمام، اللي هو خطابات التوصية والاشخاص ان هم هيعملوا لك التوصية. مطلوب منك هنا 2 من خطابات التوصية، تمام. خطابات التوصية بسيطة جدا، هتحط اسم الشخص اللي عمل لك التوصية، تحط الايميل بتاعه، تحط التايتل بتاعه، انت تعرفه منين او ايه علاقتك بيه، مدرس ليك ولا صاحب عمل ليك او كده، وتكتب برضو بيانات الشخص التاني، ولو عندك اشخاص تانيين يعملوا لك توصية ممكن تضيف برضو، بيزود من فرص القبول. يعني حاجة بسيطة جدا. بعد لما بتملى بياناتهم وبتضغط سيف اند كونتينيو وبتضغط، يعني بعد لما بتقدم الابليكيشن خالص بيوصل للناس اللي انت حطيتهم هنا والاشخاص اللي انت حطيتهم هنا رساله على الايميل بتاعهم بيكون فيها ريكوست او ابليكيشن، هم بيبداوا يملوا البيانات المطلوبه منهم، بعد كده يبعتوها تاني للمؤسسه، تمام. طبعا ممكن في بعض الاحيان ما يطلبوش من اصحاب التوصيه هنا اللي انت كتبتهم، ما يطلبوش منهم ريكوست او ابليكيشن، ممكن بس هم يتصلوا عليهم يعني المنحه اذا حبت ان هي تتاكد من البيانات اللي انت حطيتها، لو شكت البيانات مثلا مش مظبوطه ممكن هي تحاول تتصل على الاشخاص دول ويتاكدوا. في بعض الاحيان ممكن يبعتوا لهم ابلكيشن يملوه، وفي بعض الاحيان ممكن عادي بس يتم النظر في الجزء ده ويتعمل له سكيب عادي، تمام. نخش على الخطوه اللي بعدها اللي هو سيف اند كونتينيو. وفي الخطوه الاخيره بقى بيقول لك المهارات بتاعتك او البرنامج اللي انت عايز تختاره، دي طبعا كل التخصصات اللي تم شرحها في البرنامج اللي هي هتكون موجوده. بيقول لك اختار بحد اقصى 4 تخصصات انت مهتم انك تدرسهم في البرنامج ده او تتدرب فيهم في البرنامج ده. بيقول لك انت عايز تقعد قد ايه في البرنامج ده، تقول له مثلا عايز اقعد شهر 2 3 4 5 6، تختار عدد الشهور اللي انت عايزها. هنا بيقول لك هل انت سابقا انضميت لاي عمل تدريبي قبل كده، فبتقول له مثلا انا انضميت له انترناشونال اورجانيزيشن يعني عمل محلي او عمل دولي، قصدي انضميت مثلا لمؤسسه دوليه، سافرت لدوله تانية وعملت تدريب فيها، او مثلا ناشونال او حاجه محليه اتدربت فيها داخل بلدي، وهكذا بتختار يعني. هنا بيقول لك معلومات بقى السكيلز بتاعتك، مايكروسوفت باوربوينت، بيقول لك مهارتك في المايكروسوفت باوربوينت، لو عندك المهاره كويسه بتكتب نان بيجنر انترميديت ادفانسد، تكتب بقى المهارات بتاعتك الاكسبيرينس بتاعتك فيه، الانترست مهتم بالباوربوينت ولا لا، اوتلوك، اكسل، مايكروسوفت وورد. طبعا دي حاجات اساسيه لازم يكون كله عارفها، يعني مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت وورد، حاجات بيزك جدا لازم انت تكون عارفها، مش مرتبطه باي تخصص ولا حاجه، عشان ما حدش يجي يقول لي ده مرتبطه بتخصص علوم الكمبيوتر مثلا، لا ملهاش علاقه، دي يعني حاجات اساسيه وبسيطه لازم تكون عندك. يقول لك مهاراتك في اللغه الانجليزيه، في كتابه المقالات يعني او درافت بي او المسودات، مهاراتك في اللغه الفرنسيه. هنا بقى في الجزء الاخير بتكتب خطاب النية، او يعني ممكن نقول عليه الكفر ليتر، اللي هو بيقول لك ليه عايز تنضم ليه او اي سي دي، ليه عايز تنضم ليه برنامج التدريبي اللي انت اخترته هنا بالتحديد، تمام. يعني بتكتب على حسب الاسئله اللي هم شارحينها لك هنا، بتقرا الجزء ده وبتشوف هم طالبين منك ايه، وبتكتب خطاب النية على اساسه او خطاب الدافع على اساسه. بعد لما بتخلص الجزء ده بتضغط على كلمه سيف اند كونتينيو، وبتخش على الجزء اللي بعده، وده هو الجزء الاخير وفي الريفيو اند سبميت. دي المعلومات اللي انت كتبتها كلها، بيقول لك بص عليها للمره الاخيره، دي المعلومات اللي انت كتبتها اهي كلها موجوده هنا، كلها موجوده. بعد لما بتتاكد المعلومات اللي انت كتبتها صحيحه بتضغط على كلمه سبميت، ويبقى انت كده قدمت للمنحه دي.
المنحة بسيطة جدا، مش مطلوب منك أي ورق خالص، يعني موضوع بسيط جدا جدا جدا، لا ورق مطلوب منك ولا أي حاجة، مطلوب منك بس تكتب مقال اللي هو برضه بسيط جدا، تملى البيانات بتاعتك. فرصة ممتازة جدا، نسبة القبول فيها كبيرة لأنها متاحة طول السنة، وتقدر تختار الوقت اللي أنت عايزه فيها. 700 يورو هتاخدهم شهريا عشان تغطي لك تكاليف المعيشة. ممكن تاخد تدريب في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، مش مطلوب منك أي شهادة لغة، حاجات ممتازة وجميلة جدا. طبعا لو مهتمين بالفرصة دي أتمنى لكم تقدموا ليها بسرعة، يعني عشان تكون فرصتكم في القبول أفضل. طبعا شكرا جزيلا على الاهتمام بالقناة بتاعتنا، وبالتوفيق مرة أخرى وإن شاء الله بالقبول والتوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.